نشرة منتصف الليل مشاهدين، أهلا بكم. البداية بالعناوين: عملية سحب استمارات اكتتابية توقيعات الفردية للترشح للرئاسيات المقبلة متواصلة، ووعي تام لدى الجالية الوطنية بالخارج بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق. أهل لوديعة الشهداء، عنوان افتتاحية مجلة الجيش في عددها الأخير، تسليط للضوء على عظمة ثورة التحرير ووقوف عند التطور الكبير الذي أحرزه الجيش الوطني الشعبي. القطاع الصناعي تدعم بوحدة لإنتاج النسيج غير المنسوج، رفع لنسبة الإدماج وتقليص لفاتورة الاستيراد بنحو 100 مليون أورو سنوياً، ومصنع كربونات الكالسيوم بقسنطينة في آخر اللمسات قبل الدخول حيز الإنتاج. شراكة جزائرية صينية لإنتاج الأجهزة الكهرومنزلية، والهدف توظيف يد عاملة محلية وغزو الأسواق الإفريقية. والمعرض الدائم للمنتجات الجزائرية بنواكشوت فضاء لتوجيه المنتجات الوطنية نحو العمق الإفريقي. وضمن الجهد التنموي، عمليات توزيع السكن متواصلة عبر ربوع الوطن بمرافق وهياكل تستجيب لتطلعات المواطن. مشاهدينا، أهلا بكم من جديد. المستهل بملف رئاسيات 7 سبتمبر المقبل التي يفصلنا عنها أقل من شهرين، حيث تتواصل عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية إلى غاية منتصف ليلة الخميس 18 جويلية الجارية. وقد بلغ عدد الراغبين في الترشح إلى حد الساعة 34 من الأحرار والأحزاب السياسية. وتؤكد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن خلايا المصادقة على استمارات التوقيعات الفردية تبقى مفتوحة طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك الجمعة وأيام العطل، من 8 صباحا إلى 10 ليلا. هذا وأكد أفراد الجالية الوطنية بفرانكفورت الألمانية أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة للمساهمة في التحولات الإيجابية التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة. محمد أبي إسماعيل. في غمرة الاحتفالات بعيد الاستقلال، أبناء الجالية الوطنية بفرانكفورت يحيون هذه المناسبة لتجديد الاعتراف والعرفان بتضحيات الشهداء والمجاهدين وتأكيد الصلة والارتباط بالوطن الأم بكل تحولاته الإيجابية. والانتخابات الرئاسية المقبلة واحدة من تلك المحطات الهامة التي يجب المشاركة فيها بقوة. الانتخابات تاع 7 سبتمبر ان شاء الله حنكون انا وولادي ان شاء الله حننتخبوا، وعندي كثير من الاصدقاء اللي متفقين انه يكونوا انتخبوا. نتمنى من ابناء الجاليه كامل يؤديوا صوتهم للجزائر الوطن والام، وهذا شيء بسيط اللي نعملوه لبلدنا واحنا كمغتربين. مقبلين ان شاء الله على عرس انتخابي في اشهر القادمه ان شاء الله، واحنا كجاليه ان شاء الله مستعدين أن نعبر عن رأينا إن شاء الله في هذه الانتخابات وننجح هذا العرس الانتخابي إن شاء الله. نتمنى احنا كشباب جزائري يعني بكل فئات المجتمع أن نكونوا يعني حاضرين ونذلب الصوت تاعنا. أدعو جاليتنا إلى المشاركة بقوة والمشاركة في بناء الصرح المؤسساتي والديمقراطي للدولة الجزائرية. الاحتفالية كانت فرصة لعرض مختلف الأزياء الجزائرية التقليدية التي تعكس الأصالة وعمق الهوية الوطنية. زي المقيمين في ألمانيا والله متوحدين كلهم، وكلما أول مرة راح نسمع بأن الجزائر كلهم غادي ينتخبوا السنة هذه. أنا بلد جميل، بلد الجزائر جميل جدا، وأنا والله صراحة كمغترب وعايش في ألمانيا عايش في كل مكان، ولكن ليس كما الجزائر. والمناسبة جاءت لتعزيز جسور التواصل بين الجزائر وأبنائها في الخارج،
الذين يحملون دوما آمال وتطلعات هذا الوطن. وبمناسبة الذكرى 62 لعيد الاستقلال، نظمت سفارة الجزائر بموسكو احتفائية حضرها أفراد الجالية الوطنية المقيمة في روسيا، وأشرف عليها سفير الجزائر بموسكو بومدين جناد. وبالمناسبة وقفة عند تضحيات الشعب الجزائري وصموده في وجه الاحتلال الفرنسي في سبيل نيل الحرية والاستقلال. أكدت مجلة الجيش في افتتاحيتها المعنونة أهل لوديعة الشهداء أن بلادنا استعادت السيادة على أراضيها كاملة غير منقوصة بعد ثورة تحريرية عظيمة، وبقدر تضحيات الجسام التي قدمها شعبنا لافتكاك الاستقلال الذي نحتفي بذكراه 62، يحرص أبناء الجزائر شديد الحرص على حفظ أمانة الشهداء الغالية وصون الوديعة التي لا تقدر بثمن، كما أكده رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون قائلا: إن ذكرى استقلالنا الوطني لا تبعث فينا الهمة والإدراك أن يكون لك وطن بحجم ومكانة الجزائر، هذا الوطن العظيم الذي لم يخذله أبناؤه في أحلك ظروفه وكلما استدعاهم لمهمة لبوا نداءه. والذكرى تضيف افتتاحية الجيش مناسبة يتعين علينا خلالها دائما وأبدا، مثلما أكده السيد الفريق الأول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ألا ننسى حجم التضحيات المقدمة من قبل أولئك الرجال البواسل الذين انتصروا بالنزر اليسير من الإمكانيات ولكن بالكثير من الإرادة والعزيمة على إحدى أعتى قوى الاستعمار وأبشعها في التاريخ الحديث. تؤكد مجلة الجيش في افتتاحيتها المعنونة أهل لوديعة الشهداء أن الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لترقية التكوين وإشعاله في مستوى التحديات العصرية والتطور المتسارع الذي تعرفه التكنولوجيا هو ما يفسره المستوى الرفيع والراقي الذي بلغته قواتنا المسلحة على درب العصرنة والتطوير والاحترافية والتحكم في منظومات الأسلحة. فيا ليت الشهداء، تضيف افتتاحية مجلة الجيش، ليروا التطور الكبير الذي أحرزه الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني مثلما عبر عنه السيد رئيس الجمهورية، وليتهم يعودون ليشهدوا ما حققته الجزائر من تطور في بضع سنوات، ليكتشفوا أن إرهاصات العهد الجديد أصبحت واضحة للعيان في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، قاطرتها شباب فتحت الأبواب واسعة أمامهم للمساهمة في النهضة الوطنية المنشودة. في قطاع العدالة وقصد تقريب المرافق القضائية من المواطن، أشرف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي بولاية المسيلة على تدشين ووضع حيز الخدمة محكمة بن سرور التابعة لمجلس قضاء المسيلة بعد ترقيتها من فرع تابع لمحكمة بوسعادة. طبي عين المرافق التي تتوفر عليها هذه المحكمة من قاعات للجلسات و أقسام ومصالح إدارية، كما استمع إلى عرض عن نشاط هذه المحكمة وبولاد دراج. أشرف وزير العدل على وضع حيز الخدمة محكمة ولاد دراج، كما تفقد مرافقها واستمع إلى عرض حول نشاطها القضائي. نحن اليوم عندنا انخراط كبير تاع المحبوسين فيما يتعلق بسياسه الادماج، مقبلين على التكوين التعليم شهادات، وراهم يتخرجوا من مؤسسه العقابيه بشهادات. عندنا حوالي 2000 ناجح في شهاده التعليم المتوسط من 4600، عندنا حوالي 2000،
ونستناو في ننتظر في نتائج البكالوريا. وهذه هذا يعني هذا القبول على التكوين والتعليم باش يستفادوا من إجراءات أخرى وآليات أخرى دارها القانون، مثلا إفراج المشروط. ضمن الحركة الاقتصادية تم أمس بوحدة صناعة النسيج غير المنسوج التوقيع على 10 اتفاقيات مع متعاملين اقتصاديين في هذا المجال. المصنع الوحيد بالجزائر يستعمل تقنيات في الإنتاج من آخر التكنولوجيات وسينتج نحو 16,000 طن سنويا لتقليص فاتورة الاستيراد بقيمة 100 مليون أورو سنويا. عبد الجبار بن يحيى. هذه اللفافة يتجاوز أسلوب تصنيعها الطرائق التقليدية التشكيلية التي تعتمد مبدأ تقاطعات الخيوط الطولية والعرضية، تعتمد هنا على آخر التكنولوجيات الحديثة وفق مواصفات محددة. تجميع الألياف وتكثيفها، هذا منتوج النسيج غير المنسوج في هذا المصنع الوحيد في الجزائر. ينتج هذا المصنع حوالي 16,000 طن سنوياً من النسيج غير المنسوج، وبفضل استراتيجية الدولة تتقلص ميزانية الإيرادات بحوالي 100 مليون أورو. هنا يخدم انجينير في بوست تاعي الوايندر، سيستم دو بوبيناج وين الدور يخرج التيسي من البحثوه من لالين تاع الانتاج. يساهم هذا المصنع في البليدة في انتاج مواد التغليف والتوطيب عالية الجودة، ويحقق بشكل كبير الاكتفاء في السوق. عندنا دونك اون كاباسيتي دو برودكسيون تاع 3000 طن في العام لا بروميير اني كي فا باسي ا 6000 طن او بو دو دونك ديسي 2026 ان شاء الله. هذه سياسه يعني محكمه لحفاظ بالاخص اليد العامله ومساهمتهم لتقليص كل ما هو مستورد. السياسة الجديدة اليوم مبنية على كل ما هو صناعة محلية ورفع نسبة الإدماج لطو دانتيغراسيون، هذا هو المهم عندنا اليوم، لأن كي ترفع نسبة الإدماج راح تقلص من فاتورة الاستيراد، وهذا شيء يلح عليه دائما السيد رئيس الجمهورية، والفوائد راهي موجودة اليوم في الميدان. تمضي الرؤية الاستشرافية للدولة اليوم بثبات وتتجسد بالتزام يتحقق. وقصد توفير كربونات الكالسيوم التي تدخل في مجالات صناعية عديدة والتي تستورد بالعملة الصعبة، يعرف مشروع إنجاز مصنع كربونات الكالسيوم بولاية قسنطينة يعرف آخر اللمسات ليدخل حيز الإنتاج قريبا. المزيد مع نظيم بن عبسة. هي المحطة الأخيرة في ورشة التعبئة بالمصنع الجديد لإنتاج فحامات الكالسيوم بقسنطينة. 3 خطوط للإنتاج تم وضعها، والتجهيزات المرافقة تعرف مرحلة الضبط قبل ربطها بالطاقة الكهربائية. المؤسسة الوطنية للحصى رائدة في إنتاج فحامات الكالسيوم، حيث اقتحمنا المجال سنة 1994 ونحاول اليوم استدراك الفارق بعد احتدام المنافسة، ومستقبلا ستصبح بعض منتجاتنا بديلا لما هو مستورد. هذا المصنع وضع حيز الخدمة نهاية شهر جويلية سينتج أكثر من 100,000 طن من هذه المادة التي تدخل في عدة صناعات، لا سيما صناعة صيدلانية وكذلك صناعة البترولية خاصة وصناعة مواد البناء. تدخل في إطار الاستثمار العمومي والذي سخرت له الدولة الجزائرية 6.3 مليار دينار جزائري، سيغطي 35% من احتياجات السوق الوطني، يخلق 60 منصب عمل دائم وأكثر من 200 منصب عمل دائم ولكن غير مباشر. منجم المادة الأولية يقع قريبا من المصنع، ويتم اختيار الصخر المكون من الحجر الجيري ناصع البياض لتكسيره ثم طحنه حتى يصبح مسحوقا جاهزا لتسويقه بالمقاييس المطلوبة. البروسيس من 0.1 ملم وينتهي إلى 1 ميكرون، 3 ميكرون، 5 ميكرون. يستعملوه إلى صناعة البلاستيك، إلى محطة التحلية المياه،
يستعملوه إلى الدهون ويستعملوه لصناعة الأوراق البيضاء بتكنولوجيا كبيرة. هو تثمين المادة المنجمية الجزائرية بعد استخراجها واستغلالها في الصناعة الوطنية وبجودة فائقة. وقصد إنتاجية الأجهزة الكهرومنزلية محليا اتفاقية بين مجمع سيفيتال فرع سمحة هاوم للصناعة الكهرومنزلية والعملاق الصيني هاير، اتفاقية تستهدف رفع قدرة إنتاج مصنع قجال بولاية سطيف وولوج الأسواق العالمية بكفاءات محلية. ملك طرحمون. الجزائر بكين محور شراكات ثنائية عميقة وفي عديد المجالات الاستراتيجية بين الطرفين. تواصل تجسيد هذه المرة اتفاقية جديدة بين مجمع سيفيتال والعملاق الصيني هاير لإنتاج الأجهزة الكهرومنزلية. الأهداف تاعنا تصنيعهم في المصنع تاعنا ونغزو بهم الولود بهم الأسواق العالمية، هذا هو الهدف، وهذه الأهداف تتماشى تماما مع سياسة الدولة والخطة الطريق التي وضعها السيد رئيس الجمهورية للولوج بالمنتجات الجزائرية للأسواق العالمية. سمحة شريك قوي في إفريقيا وفي الجزائر، وإمضاؤنا معه لهذه الاتفاقية سيسمح لنا بتوسيع أعمالنا في العالم، ومناخ العمل هنا جد ملائم. نقل التكنولوجيا المتطورة إلى الجزائر هدف يسعى مجمع سيفيتال إلى تحقيقه، والذي يمكنه من ولوج أسواق جديدة في العالم ورفع نسبة الإدماج. نحن شغال حاليا تقريبا 4000 عامل، إن شاء الله نشتري الشراكة هذه الاستراتيجية نستطيع نوصل الأهداف تاعها حتى نلحقوا 7500 عامل. دونك احنا لاحقين لهذا الرقم بصح بسرعه باش نلحقوا له، يعني ديبوندرا دو نوتر كاباسيتي الي بلو فيت. سيفيتال ومن خلال تحقيقها لعديد النجاحات في مختلف الميادين اليوم تدخل مرحلة أخرى تجعلها تواصل التموقع جيدا في الأسواق وتواكب آخر التطورات في العالم. والمعرض الدائم للمنتجات الجزائرية بنواكشوت عاصمة موريتانيا أحد أهم آليات تسويق المنتجات الجزائرية لدعم الصادرات خارج قطاع المحروقات وولوج الأسواق الإفريقية. تقول منال عبديش. ترقية الصادرات خارج المحروقات وتعزيز تواجد المنتوجات الجزائرية في إفريقيا قبل بضع سنوات كان هدفا، اليوم وبفضل جملة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة بات واقعا ملموسا، جزء منه تحقق هنا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية. إثراء القاعدة الإنتاجية وتفعيل سياسة تنويع مصادر الدخل رهان كسبته الجزائر بالأفعال لا بالأقوال، والمعرض الدائم للمنتجات الجزائرية تصدير بنواكشوت أول ثمار هذه الاستراتيجية. أنا كموريتاني نحب منتجات جزائرية لأنها جودتها عالية ولأنها ملي هوينة متناول الجميع، كل حد يجي يشريها. نختارهم يزيدوا أكثر في المنتجات الجزائرية لأن نبقوا نشروها دائما بين الزينة عندنا وجيدة عندنا. هذه الخطوات التي أقرت الجمهورية الجزائرية الشقيقة هي فعلا ما حفز المواطنين الموريتانيين البحث والسعي في كسب المنتجات الجزائرية هنا في الوطن. نعمل بنشاط على إقامة شراكات بين الشركات الموريتانية والشركات الجزائرية مما يعزز التعاون بين الجزائر وموريتانيا. المنتجات الجزائرية باختلاف أنواعها وفي ظرف وجيز حجزت مكانا لها في السوق الموريتانية وكسبت ثقة ورضا المواطنين الموريتانيين. فرحانين عشان وجود منتجات الجزائرية في موريتانيا. حبوا المنتجات الجزائرية مليحة جدا، ما فيها مشكلة ما شاء الله. جملة التسهيلات الممنوحة من طرف السلطات للمتعاملين الاقتصاديين أسهمت وبشكل كبير في تحقيق أداء متميز لهؤلاء المستثمرين في السوق الموريتانية. أكبر شركة مواد تجميل في الجزائر
اللي معولين ان شاء الله نستاليو في موريتانيا. الثقة موجودة، المواطن الجزائري يعمل بكفاءة عالية في السوق الموريتاني، أثبت جدارته. السوق الموريتانية سوق واعدة وفرصة المنتجات الجزائرية فيها كبيرة جدا. اهتمام الدولة بالقطاعات الواعدة وتوفير مناخ استثماري مناسب توجه حقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وجعل المنتج الوطني أكثر تنافسية. التكامل الاقتصادي بين الجزائر وموريتانيا مؤشر هام لبداية ولوج وتمركز المنتوجات الجزائرية في أسواق غرب إفريقيا. من العاصمة الموريتانية نواكشوط للتلفزيون الجزائري، منال عبد الرحمن عبديش. وضمن مساعي تحقيق صناعة ميكانيكية حقيقية، أطلقت شيري 4 موديلات جديدة من علامة هيكل للنقل، علامة سيتم تسويقها شهر سبتمبر من السنة الجارية، ليتم إنجاز المصنع السنة القادمة بالجزائر، ليكون خطوة كبيرة نحو تعزيز القدرات الإنتاجية محليا وتوفير فرص عمل جديدة في الجزائر. سنقدم للسوق الجزائرية 4 موديلات جديدة لم يسبق تسويقها في البلاد من قبل، متحمسون لتقديم هذه الموديلات التي تمثل أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال. بالنسبة لمصنع هيجر في الجزائر، سنكون في عام 2025 إن شاء الله. متحمسون لتقديم هذه الموديلات التي تمثل أحدث الابتكارات والتقنيات لمنتجاتنا. إلى قطاع السكن، وحسب آخر بيان لوكالة عدل، بلغ عدد المسجلين في برنامج عدل 3,940,626 مكتتبا عبر كامل التراب الوطني حتى مساء أمس، والذي يعد اليوم الخامس من فتح منصة التسجيل. هذا وتعلم وزارة السكن والعمران والمدينة جميع المواطنين أن عملية التسجيل ستتواصل في المنصة الرقمية الخاصة بالتسجيل في برنامج عدل 3 اليوم الأربعاء في الفترة الزمنية من 8 صباحا إلى غاية 6 مساء، وتستمر العملية حتى يتسنى لكل مواطن التسجيل. وفي غمرة الاحتفالات بالذكرى 62 لعيد الاستقلال، تدعمت الحظيرة السكنية بولاية الجلفة بأزيد من 18,700 وحدة سكنية مع توزيع مقررات الإعانات المالية الخاصة بالسكن الريفي. محمد الشوقي بونيف. أكثر من 18,700 وحدة سكنية بمختلف السياغ والبرامج استفاد منها ساكنة البلديات 36 لولاية الجلفة، سكنات تم إنجازها لتلبية الطلب المتزايد عليها، ليتصدى السكن الريفي السياغ ب 11,462 مقرر إعانة بعد قرار رئيس الجمهورية برفع حصة الولاية في هذه الصيغة إلى 15,000 وحدة سكنية. 15 سنة داير ملف والحمد لله يا ربي فرج ربي من إعانة مالية تعريفي وكثر خير دولة. انتظرنا مدة طويلة للاستيفاء للسكن والحمد لله. لحظة انتظار وترقب لاستلام مفاتيح السكنات ومقررات الاستفادة، ثم فرحة وافتخار بهذه الإنجازات والمكاسب في الجزائر الجديدة التي ستضمن العيش الكريم للمواطن. استفدنا ثاني من السكنات الاجتماعية، هنا السكنات الاجتماعية وعطاونا المفتاح هاوين، وبارك الله في الجميع، المجد والخلود الشهداء الأبرار. الشعور يعني جد فياض، الحمد لله يا ربي، ربي يفتح كما يقولوا وربي نسر الأمور. في إطار البرنامج التكميلي استفادت الولاية ببرنامج ضخم أيضا يقدر ب 15,000 وحدة سكنية في السكن الريفي، 4,000 سكن عمومي يعني إيجاري، وأيضا 4,832 قطعة أرض في إطار التجزئات الاجتماعية. في هذا البرنامج الذي سوف يعني تستفيد به الساكنة اليوم، عندنا ما يفوق 48 يعني مرفق عمومي من ابتدائيات ومتوسطات وتجزئات، دون أن ننسى المبالغ المالية التي أرصدت الولاية للتكفل بكل أشغال التهيئة. فمسيرة البناء والتشييد في كنف الجزائر الجديدة متواصلة، وإنجاز المزيد من الوحدات والأقطاب السكنية وتوزيعها على مستحقيها مستمرة.
والهدف بعد توفير هذه السكنات هو تحسين الظروف المعيشية للمواطن نحو الأفضل. كما تم بولاية سعيدة توزيع مقررات استفادة على أزيد من 2400 مستفيد وأكثر من 3000 وحدة سكنية من مختلف الصياغ. سارة محمد ساري. مساكن جديدة لائقة مجهزة بكل المستلزمات والمرافق الضرورية اللازمة يستفيد منها مواطن من مختلف الأعمار بولاية الصعيدة. الحمد لله استفدنا من السكن وكنا مغبنا وربي يفرجها علينا، نشكر الدولة تاعنا والحمد لله يا ربي استفدنا بعد معاناة 10 سنين والعقوبة كاع اللي إن شاء الله راه مغبون مستفيدة بهذا السكنة. إن شاء الله راهي عقوبة اللي راهم يستنوا إن شاء الله، وحنا بعد جهد تستنينا بزاف وربي يفرحنا ثاني كيما يفرح المخلوقات يفرحهم إن شاء الله. هذه العملية شملت مختلف السياق عبر كل تراب الولاية بما فيها المناطق النائية تلبية لطلب المواطنين. توزيع مقررات الإعانة من السكن الريفي تقدر ب 2456 مقرر إعانة يشمل جميع بلديات الولاية. هذه السكنات أو هذه الإعانات تم توجيهها للمناطق النائية. ولاية سعيدة تساهم ب 3071 سكن بمختلف الصيغ، منها 204 سكن عمومي إيجاري و 2453 سكن ريفي وإضافة إلى 411 إعانة. وتبقى الأشغال بورشات البناء متواصلة لإتمام المشاريع السكنية قيد الإنجاز. في التعاون وفي إطار المشاورات الدورية التي يجريها قطاع العمل مع الهيئات النقابية الجهوية والدولية، استقبل أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب بمقر الوزارة رئيس منظمة الوحدة النقابية الإفريقية فرانسيس أطوالي. اللقاء يأتي لتباحث مختلف المسائل المتعلقة بالمجال النقابي، وذلك بحضور الأمين العام للاتحاد أو الاتحاد العام للعمال الجزائري. استقبل مساء أمس وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد البيكا فوجا من الحجاج الميامين العائدين من البقاع المقدسة بعد تأدية مناسك الحج. الوفد ضم مجاهدين ومشاهدات وأرامل الشهداء، وقد كانت عملية نقل الحجاج لأداء فريضة الحج من حيث تكاليف وإجراءات نقلهم من قبل وزارة المجاهدين بتعليمات من السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. الحجاج بالمناسبة عبروا عن فرحتهم لما تلقوه من رعاية صحية وحفوة الاستقبال خلال تواجدهم بمكة المكرمة إلى غاية عودتهم إلى أرض الوطن. يحيى فلسطين، الله يهني الله يرجع ربي ينصرهم، هذا ما نطلبونهم. المحن اللي فاتوا علينا فاتوا عليهم، ويحيوا الجزائر، يحيوا الجزائر، يحيوا ولادنا. أشرف هدية اللي في المثال اللي تقدمت منذ الاستقلال 62 سنة، والحمد لله جات في مناسبة هي ذكرى 62 عيد الاستقلال وعيد الشباب، ونهنوهم أعز التهنية ونتمنوا لهم كل التقدير والاحترام والنجاح، وربي إن شاء الله يسدد خطاهم. فقد خصص السيد الرئيس عناية خاصة بالمجاهدين ورامل الشهداء وذوي حقوق، خصهم بالتكفل إلى البقاع المقدسة للقيام بفريضة الحج. مجموعة من أرامل الشهداء ومن مجاهدات ومجاهدين اليوم نحن جد سعداء باستقبالهم مجددا على أرض الوطن بعد أن أدوا مناسك الحج في أحسن الظروف، فعودة ميمونة. دوليا، يتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة حيث أدى قصف عنيف استهدف مدرسة ببلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس إلى ارتقاء عدد من الشهداء. العدوان والهمجية المتواصل أسفر عن انتشار المجاعة على نطاق واسع بالقطاع. صالح قاسي. ثلاث جرائم جديدة
يرتكبها الاحتلال الصهيوني في حق العائلة الفلسطينية في ظرف 24 ساعة فقط، أسفرت عن استشهاد أكثر من 50 فلسطينيا وإصابة ما يزيد عن 130 آخرين بينهم أطفال ونساء، فيما لا يزال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. والله حرام يا رب، توريخ عشوائي يعطش العمارة على بنة عمارة الأخضر واليابس، لا رحمة لا شفقة، غير الناس ماتت من الجوع ما حد مدور عليها، ما ضلناش حد إلا وجه الكريم، إيش اللي بيجوا يا منا؟ وين العالم؟ وين الأمم؟ وين الدول؟ بتفرجوا علينا وبس. عدوان همجي استخدم فيه الصهاينة كل أنواع وأشكال العنف بهدف القضاء على كل البنى التحتية من هياكل صحية واجتماعية في قطاع غزة، مدارس قصفت ومراكز إيواء هدمت ومستشفيات حوصرت وحتى المساعدات الإنسانية منعت من الوصول إلى السكان، مما أسفر عن انتشار مجاعة حادة في جميع أنحاء قطاع غزة ارتفع لإثرها عدد الوفيات لدى الأطفال. سوء التغذية ناجم عن طبعا الوضع الكارثي اللي احنا فيه، الحرب، عدم توفر الغذاء الصحي للأطفال، أصبح غذاء الأطفال كله الآن عبارة عن معلبات، عبارة عن زيوت، غذاء غير صحي بأي شكل من الأشكال، الأطفال كلهم الآن في هبوط حاد في الدم، كلهم الآن فقر دم، كلهم أنيميا الآن. ابني يعاني من سوء التغذية بسبب الحرب، بسبب المعلبات اللي عم بيقولها، كان قبل الحرب ياكل جميع الأكل واللحوم البيض كل هذه وهلقيت الأشياء غليت وانقطعت بسبب إغلاق المعابر. دعوات متواصلة من أجل إعطاء الأولوية لإيصال المساعدة الإنسانية وإنهاء الحصار الصهيوني ووقف حملة التجويع وحرب الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني غير الآبه بقرار مجلس الأمن الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية. عدوان خلف في قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة وجريمة ضد الإنسانية بتهجيره الفلسطينيين قسرا نحو المجهول. نقبل نقبل تهجير تهجير، حسبنا الله ونعم الوكيل يا الله. كم من مرة نزح؟ نزوح كتير ومش ملاقين مكان نقعد فيه، أكم نزوح، وحتى لو نزحنا فيش مكان آمن في غزة كلها. والجزائر التي ترافع من أجل القضية الفلسطينية في المنابر الدولية دبلوماسيا تداوي جراح الفلسطينيين ميدانيا بتقديم العون والسند للأطباء العاملين شمال قطاع غزة. مراسل تلفزيون الجزائري وسام أبو زيد. لليوم السادس على التوالي واصل الفريق الطبي الجزائري إجراء عمليات نوعية في المستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة، والذي يستقبل يومياً عشرات الشهداء والجرحى بفعل كثافة الغارات الإسرائيلية ليتمكنوا من إعطاء دفعة معنوية للكادر الطبي الفلسطيني المنهك على مدار أكثر من 9 أشهر من العدوان. وهنا يظهر الأطباء وهم يجرون عمليات نوعية لجرحى في أروقة المستشفى لعدم وجود أماكن في غرف العمليات، ويكسبون الوقت لإنقاذ الجرحى والمصابين بشتى أنواع الأسلحة التي مزقت وألهبت أجساد الأبرياء، ولم ينقطع الأمل في مداواتهم مهما كانت التحديات أو كان عمق الألم والجراح. أما خارج المستشفى فتفقد الوفد الطبي الجزائري حجم الدمار الذي أحدثته آلة حرب الاحتلال خلال قصف جوي وبري، كما يحاصر الاحتلال القطاع الصحي ويمنع عنه دخول الوقود لتشغيل الأقسام، ما يهدد بوفاة مئات المرضى في غرف العمليات. فهذه المبادرة الجزائرية الطبية تعكس حتما مدى اهتمام الجزائر رئاسة وحكومة وشعبا بهموم الشعب الفلسطيني منذ أن بدأ هذا العدوان الإسرائيلي قبل 9 أشهر. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين.
عودة إلى أخبار الوطن. عبر نافذة ثقافية خالصة وتحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، فعالية الطبعة السابعة للجائزة الكبرى آسيا جبار للرواية 2024، حيث تم مساء أمس تكريم الأسماء الأدبية المشاركة واختيار أحسن الروايات باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية. جائزة تعبر عن ثراء الأدب الجزائري وتنوع وهي سانحة للتعريف به محليا ودوليا. ففي اللغة العربية توجت رواية هوارية لإنعام بيوض، وبالنسبة للغة الأمازيغية توجت رواية تلاليت أوزيرام 1954 لكراش هاشمي، وباللغة الفرنسية توج بالجائزة عبد العزيز عثماني عن رواية سين لا لون أميت. بالطبع أنا يعني مسرورة بحصولي على هذه الجائزة جدا، يعني فرحتي ربما لا توصف، وليس فقط لأنها تتويج، ولكن لأنه اعتراف بعمل يعني استمر يعني طبخه طويلا، ليس شهور بل سنوات، وأيضا اقتران اسمي باسم قامة من قامات الأدب العالمية، وأقول الجزائر التي نفخر وعندما نذكر اسمها في، وأنا أعتبرها كالمرجع الذي نعود إليه لتحديد مستوانا من الرداءة ومن الجودة. طرحة مليح أخطر ذونيا وثاضكس أزال ثلاثي سكوسن كتارو أغدكس خمم غاسك نيلاق يرنا الرزقي درز مقرن درز زمرا ديني غمز وارو من نسكلا ذك الزاير ذكون قالا يدوري غنك مسلي غد غفتقرا ولا الزاير 1954 ثويلاي ثسلاثاي لابولاي طربا ثمايا كين خراطه كويت. C'est incroyable. Je pense que j'espérais l'avoir comme beaucoup d'auteurs, de toute façon tous ceux qui ont dans les maisons d'édition déposé la candidature. J'espérais décrocher ce prix. C'est une énorme chance, c'est un vrai honneur. Ça donne une grande visibilité pour le roman. Donc c'est important. شكرا لكم مشاهدينا على كرم المتابعة، في أمان الله.